من جانبه أكد أحمد حمود المدرب العام لفريق وادي دجلة أن أحمد حسام ميدو المدير الفني هو الذي وضع الخطة والتشكيل أمام الإسماعيلي، حيث خاض الغزلان اللقاء بدون مدربه نظرا لتواجده في ويلز للحصول على دورة تدريبية. دي مش اول مره طبعا، التعليمات كلها اللي احنا بنشتغل بيها اكيد من تعليمات الكابتن احمد حسام، يمكن الخطه والكلام ده كله يعني متكلمين فيها انا وهو، راجل على تواصل بينا على طول. وطبعا ويمكن الحاجات النهارده كنت متواصل معاه النهارده بالتليفون والماتش شغال ولا لا؟ لا، هو كان في حاجات عنده كان بيتفرج عليها وكان بيتكلم فيها، فطبعا في حاجات كنا بننفذها طبعا عن طريقه. طبعا يعني لازم، يعني هو المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير، حتى لو من بعيد فهو شايف طبعا وليه رؤيه، فبننفذ تعليماته يعني.